ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو مختلف شويه. النهارده جاي اقول لكم معلومات شويه عن نفسي. الناس اللي كانت بتسال انا مين وايه اللي بقدر اعمله وخريجه ايه، هقول لكم كل التفاصيل دي. هقول لكم ليه عنوان الفيديو اسمه 7 صنايع، بس الحمد لله البخت مش ضايع، وهقول لكم كل المعلومات اللي عني على قد ما اقدر، مش هطول عليكم. وكمان هوريكم صور من شغلي سواء انا صغيره او بعد ما كليه او انا في الكليه، وكمان ايه الحاجات التانية، النواحي الفنية او الحاجات الفنية اللي انا بقدر اعملها. رجع له كل تفاصيل، اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. اسمي رندا الفزاري، خريجة كلية فنون جميلة جامعة حلوان، دفعة 2007 قسم الجرافيك. الحمد لله كنت من 10 اوائل على دفعتي. بعد التخرج اشتغلت في مجال رسوم متحركة، وبعد كده تعينت في وزارة الثقافة، كنت مسؤولة نشاط فني في مركز ثقافي كبير. اضطريت استقيل بقى لبعد المكان عن البيت بعد الجواز. كنت وانا طالبة بكتب في مجلة فنية متخصصة في الفن التشكيلي، بكتب مقالات عن الفن التشكيلي واتنشر لي كذا مقال. بحب قوي كل حاجة متعلقة بالفن سواء لوحات ورسومات او حاجات تانية. ده كان شغلي وانا صغيرة، كان في اعدادي تقريبا، سكتش كده لقيته بالصدفة وانا عند والدي. طبعا الفترة دي كنت معتقدة بقى ان انا فنانة كبيرة ورسمي بقى مفيش بعد كده، من تشجيع المدرسين ليا ونظرات زمايلي للرسم بتاعي وان ازاي بقى وياريت اعلمهم. لكن طبعا بعد الدراسة اكتشفت طبعا ان انا يعني ايه الرسم على قد يعني في الوقت ده. دي كانت في ثانوي. معظم بقى شغلنا في الكلية كان بالابيض واسود، قسم الجرافيك معظمه شغل ابيض واسود سواء رصاص زي ما انتوا شايفين كده وحبر او طباعة، كله معظمه ابيض واسود. انا كنت بحب قوي بقى اهتم بالتفاصيل، ممكن المشروع ما سلموش كامل عشان بس كان مدققة في تفاصيل في جزئية معينة. كنت مشهورة قوي بالحتة دي يعني في الكلية، حتى في الامتحانات بتاعتنا. من وانا صغيرة كان نفسي قوي ادخل كلية فنون جميلة زي والدتي الله يرحمها، بس هي كانت قسم ديكور. كانت علمتني حاجات كتير قوي من اللي انا بعرف اعملها او حببتني في الرسم. الحمد لله يعني حققت امنيتي ودخلت الكلية اللي انا حباها. دي شخصية كنت ابتكرتها كده سميتها بسطويسي، ما تقولوش يعني ايه بسطويسي او ليه. معظم شغل الرصاص ده كان على مساحة فرخ 170، دي معظمها مشاريع الكلية. هوريكم بعد التخرج بقى الحاجات اللي انا عملتها او بقى اللي بدأت الون يعني مرحلة التلوين بتاعتي. ومش بس اللوحات، لا انا عندي بحب اشتغل في الكرافت وبحب اشتغل في حاجات كتير زي ما هتشوفوا في الفيديو. ده كله شغل رصاص، ده كان تحضير للوحة هتتحفر على الزنك، هوريها لكم بعد ديت على طول. ده كان موديل عندنا في الكلية الله يرحمه، اهي دي لما اتحفرت على الزنك. الزنك من التكنيكات برضو اللي انا حباها قوي، بس صعب ان هي تعمل في البيت، محتاجة بقى آلات معينة وتكنيكات كده يعني صعب شوية في البيت، او خصوصا مرحلة الطباعة لان هي محتاجة مكبس كبير، ده مش سهل يتوفر يعني. دي كانت عن اسطورة اسمها سيميراميس، دي تفاصيل منها، كان كل جزء فيها فيه تفصيلة كده. هوريكم بعد كده مشروع او جزء من مشروع التخرج بتاعي. بصوا ديت حتى ما لحقتش برضه اكمل الجزء اللي في النص ده، انتوا لو لقيتوا اي لوحه ناقصه افهموا ان ميعاد التسليم بتاعها جه وانا كنت لسه ما خلصتهاش عشان التفاصيل بتاعتها يعني. ده بقى كان حبر شيني بالريشه مش بالاقلام، يعني حبر سايل وبنشتغله بريشه كده. ده بقى جزء من مشروع التخرج بتاعي، شويه بعيد عن التفاصيل اللي انا بحبها او الاكاديميه قوي. اشتركت بجزء منه دوت في معرض اللي هو معرض لوحة لكل بيت. انا برضو اشتركت في معارض كتير وانا طالبة وبعد التخرج، سواء في الكلية وفي دار الاوبرا المصرية، وعملت ورش كمان هناك للاطفال وللكبار. هتلاقوا برضو بسطويسي ظاهر شوية في المشروع. انا لغاية دلوقتي مش حباه قوي المشروع ومش مقتنعة بيه 100%، كنت حاسة ان انا ممكن اعمل حاجة احلى من كده. كنا برضو بننزل في الكلية نرسم خارجي،
في باب الوزير والقلعة والأزهر وأماكن كتير كده من الأيام برضو اللي كانت بتبقى حلوة قوي. ده برضو حبر شيني بالريشة يعني مش أقلام. من برضو الحاجات اللي بحبها وحبيت اوريكم نموذج منها السكتشات دي، سكتشات بالقلم الجاف لايف في جنينة الحيوانات، كان مطلوب مني حوالي 500 سكتش. برضو من الحاجات القريبة لقلبي قوي ان انا يعني بحب الحيوانات، وخصوصا ان احب عينيهم. تلاقوا بعد كده حاولت ان انا اعمل كده زوم على العينين بتاعتهم، بس طبعا السكتش نفسه لا يتعدى دقيقة دقيقة ونص بالكتير. مش مقصود ان قسم الجرافيك كله طبعا ابيض واسود بس، لا احنا خدنا برضو تلوين بس بنسبة بسيطة. الحاجات دي معظمها بعد التخرج الوان خشب. ده كان سكتش كده الياسمينة من الالوان القريبة قوي للام الرصاص، بس اريح شوية في انها بنحط درجات اللون اللي احنا عايزينها او الالوان اللي احنا عايزينها. الرصاص يمكن صعوبته شوية ان احنا بنحاول نبين الدرجات دي او الالوان نفسها بدرجة واحدة اللي هي الرمادي او الرصاص يعني. معظمها كده يعني ده سكتشات سريعة كده. دي بقى كانت اول مرة اجرب الرسم على توال قماش بالاكريليك، بعد كده بقى حبيته وبدأت ان اشتغل بيه كذا حاجة، هوريكم كذا لوحة ليه. انا بحبش احدد نفسي في خامة معينة، انا بحب اجرب خامات كتير وحاجات كتير يعني. يمكن اي خامة بتقعد تحت ايدي بجربها وبحاول ارسم بيها، او لو هي كرافت بحب اشتغلها. بحب كمان زي ما قلت لكم التفاصيل، بحس ان هي بتفرق قوي في الرسم من الشغل الكويس او الشغل اللي مش قوي. مش الرسم بس يعني، التفاصيل في كل حاجة بتفرق جامد. دي لوحات كده كنت مشتركة بيها في معرض. حلاوة الاكريليك بقى ان هو طيع شوية وبيدي لمعة كده شبه الزيت. عموما الفيديو ده اي خامة انتوا حابين تتعلموها في الفيديو ده او في اي حتة قولولي في كومنت، وانا ان شاء الله احاول اعمل لكم فيديو ليها بالتفاصيل التفاصيل يعني. ده كده كنت بحاول ان انا ابدأ اجرب في الديجيتال ارت. كان سكتش ما عنديش انا الواكم او القلم بتاع الجرافيك، كان كل ده شغل على الكمبيوتر عادي على الفوتوشوب بالماوس. فاللي بيشتغل في الجرافيك شوية فاهم يعني ايه شغل بالماوس، يعني حاجة رخمة جدا يعني. بس انا كنت بحاول اجرب كده على قد الامكانيات اللي قدامي اشوف لو حبيته، بس يعني ما بعتبرهاش نتائج ناجحة قوي لا يعني، بالعكس يعني. بس كانت تجربة. من الخامات بقى القريبة لقلبي جدا 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 الاكوريل ده. بحس ان هو كده حاجة كده جميلة ورقيقة وزي الحلم كده يعني. انا بحب يعني الحاجات دي معظمها في الكلية كنت بحب اشتغل بيها قوي. الشفافية اللي فيها لا، من الخامات القريبة قوي لقلبي يعني. يمكن دي اللي دقلت فيها الالوان شوية، بس برضو انا كخامة بحب الاكوريل جدا، اللي هو زي الوان مية كده اللي مش عارف. دي لما كنت برسم في القناطر هنا برضو اكوريل، بس دخلت معاه حبر بالريشة. ده برضو كان يعتبر سكتش سريع يعني، بس كده كنت مشاركة فيه في حاجة. ده الرسم بالكلور اللي انا عملت لكم ليه فيديو، هحط لكم لينك الفيديو فوق على الشمال لو حابين اللي ما شافوش يشوفه. وده كان تجربة سريعة بالقلم الجاف الملونة. برضو شفت الخامة حبيت اجربها، ده بفن طي الورق يعني برضو تجربة كده.
انا ممكن اجرب حاجات كتير قوي. الخامة اللي بتستهويني بشتغل بيها كتير، اللي ما بتستهوينيش قوي ممكن ما اجربهاش تاني، بس ابقى عرفتها يعني، عرفت التكنيك بتاعها وجربتها مرة واتنين وتلاتة لحد ما عرفت ايه مميزاتها وايه عيوبها. هنا برضو كانت اول تجارب ليا ان انا ارسم على اطباق صيني، اول مرة اشتغل بريليف والوان سيراميك او ازاز. تجربة برضو ما بعتبرهاش ناجحة قوي، بس يعني زودتني خبرة شوية في حاجات محتاجة ان انا اتمرن اكتر يعني. زي ما قلت لكم اي حاجة بتقع تحت ايدي بعمل لها حاجات. ده كان كتاب خارجي عملته كده بالغيرة وطريقة معينة كده، ممكن ابقى اقولها لكم برضو. دي السيديهات اللي في الفرن اللي نزلت لكم ليها برضو فيديو، ممكن احط لكم اللينك برضو فوق على الشمال لو اللي ما شافوش الفيديو دوت يقدر يشوفه تاني. برضو من الحاجات اللذيذة قوي وبتدي نتيجة حلوة ووقت مش متوقع يعني. برضو من الحاجات اللي كنت نفسي قوي اتعلمها الريزن او الايبوكسي، الحمد لله اتخدت ورشة فيه واديت ورش فيه وعملت لكم فيديو برضو عن الايبوكسي، برضو هتلاقوه على القناة. حلو قوي وبيدي نتائج تحفة، وهجرب فيه تاني وهعمل بيه حاجات مختلفة شوية، وان شاء الله اصورها لكم فيديو واوريها لكم. ده كان كوستر برضو عاملاه بالريزن. لا انا كخامة حباها برضو قوي يعني، بحب ان الحاجات اللي فيها شفافية دي. من الحاجات برضو اللي كان نفسي اتعلمها قوي وانا صغيرة الكروشيه، مامتي الله يرحمها علمتني بس السلسلة، اما كبرت حاولت اتعلمه وعملت شوية حاجات كده. انا بحس ان الكروشيه برضو رسم بس بالخيط يعني، من الحاجات برضو الممتعة قوي، اختلاف بقى اشكال الغرز والتكنيكات بقى اللي فيه يعني، بحس لا يعني بحسه فن حلو برضو قوي يعني. يمكن انا برضو لسه مش متمكنة منه قوي، بس بحاول وبتعلم. وكنت عملت برضو فيديو كبداية يعني للكروشيه، وان شاء الله هنزل سلسلة كده من الفيديوهات تبقى تعليم الكروشيه للمبتدئين اللي مش لسه مش بيعرفوا يشتغلوا كروشيه خالص. بحب اعمل هدايا بتاعتي وبتاعت ولادي بنفسي، بحس ان الهدية بتفرق قوي عن اي هدية بنشتريها من اي محل، لا يعني هي بتبقى معمولة بحب اكتر، وحتى التفاصيل الصغيرة فيها بتفرق يعني. انا شخصيا احب ان حد يعمل لي هدية مخصوص ويجيبها لي، فبحب هادي بحاجة انا عاملاها بايدي، يا رب تكون بس بتعجبهم فعلا، ويعني حاجات برضو على قد يعني كده. ده خشب، ده اسمع الخشب، ده اكسبلودينج بوكس، عملت منه الوان كتير واحجام كتير قوي، بس جبت لكم نموذج منه بس تشوفوه. انا بحب برضو الورق جدا، بحب الوانه، بحب تنوعه، بيبقى فيه منه تخانات والوان والمات واللي بيلمع، لا يعني برضو عالم تاني خالص الورق ده. يمكن انا نص فلوسي ضايع على الورق. بحس كمان الفينش بتاع الحاجة بيفرق قوي، ان احنا ناخد هي التفاصيل يا جماعة، التفاصيل بتفرق في كل حاجة، لازم نخلي منه التفاصيل والشغل هيطلع حلو، سواء بقى في الفينش سواء في رسمة سواء في اي حاجة. ده كان الريزونز جار، ده بقى يعني 365 رسالة، لفتهم رسالة رسالة، كل رسالة في شريط. دي كانت مجموعة كروت صغننة كده، بس لما بتفتح بيبقى شكلها ظريف، برضو كنت بهادي بيها. هوريكم شكل الواحد منه من جوه، وهكرر عليكم تاني، انا من كتر الحاجات اللي بحب اعملها او بعرف اعملها شوية
ببقى مش عارفة أبدأ بفيديوهات بإيه، أو يعني اللي عاجبه خامة معينة يقولي. من الخامات التحفة بقى قوي برضو القماش الجوخ، بيطلع حاجات تحفة، وهو كخامة ملمس وألوان حلو قوي. يعني أنا بحب برضو أشتغل بيه، يعني عملت حاجات متنوعة، بس دي الصور بقى اللي لقيتها لكم. يعني معظم الشغل اللي أنا منزلاه زي عينات كده من الحاجات اللي عملتها. يعني أحب كمان نعمل ديكورات بيتي بنفسي، خصوصا في رمضان. بحب كل سنة أغير حاجة جديدة وأضيف حاجة جديدة، طبعا مع بقى عواميد اللي هو أشرطة النور والقماش الخيامية بألوانه الرهيبة. برضو ممكن نبقى برضو إن شاء الله كده نعمل فيديوهات عن ديكورات رمضان، ده عالم لوحده بقى. والفوم الملون برضو بيدي حاجات جميلة قوي، دي كانت حاجات لولادي في المدرسة، برضو بيبقى حلو قوي، والرسم عليه بيبقى سهل ولذيذ. يعني الفن في المطبخ بقى حاجة تانية خالص، بحب كده اعمل حاجات شوية بمزاج. اي نعم هي مش الواو قوي، لكن طبعا على قدي. مش عندي صور كتير للحاجات اللي انا عاملاها، بس يعني دورت لكم كده ودورت في دفاتري القديمه، طلعت كام حاجه كده، يا رب تعجبكم. بحس برضو ان زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البطن، يعني فبحاول على قد ما اقدر ان انا افنن فيها شويه. حتى دي تورتة الزبادي، دي انا عاملة الورد تبع عجينة السكر، ما كانش هايل اخر حاجة، بس يعني اهو تجارب، في تجارب بتنجح وتجارب ما بتنجحش. في حاجات بتطلع حلوة قوي فبعملها تاني، حاجات ما بتبقاش قوي فما خلاص مش بكررها. بس هو عموما التجارب حلوة، يعني الواحد اهو بيجرب بيطلع من الاوقات حاجات كويسة. يعني دي كيكة سنابون محشية قرفة، بحب انا عايز القرفة، انا كريم كراميل ده قدرة قادر. يعني حاسة ان جايبة لكم كده من كل فيلم اغنية كده. بحب انا الالوان، يعني اللعب بالالوان ده في كل حاجة بيبقى جميل، حتى في الاكل. فن ده ولا مش فن؟ يعني ده الولاد بيحبوه قوي، اللي هو الجيلي فروت او الجيلي كولا زي ما بيقولوا عليه. بحب قوي اعمل انا الجيلي برضو طبقات كده، مش هو طبقة وخلاص. برضو لو حابين بقى حاجة من الوصفات دي برضو ابقى اعملها لكم. يعني سواء في الاساس طبعا الرسم، بصوا الالوان فظيعة، الجيلي موزاييك ده الوانه بتبقى حلوه قوي وطعمه جميل وحلو كده في الصيف كده. يعني دي بقى فظيعه في عمايلها، لان كل طبقه من دي بتعمل لوحدها. بسكوتاتي بقى دخل مني حوالي 8 ساعات مثلا عشان الزبط. بتي فور وقريبة بقى، والشاتو بقى هتلاقوني عاملاه بكل الأطعمة اللي ممكن تتعمل بيها، كراميل وشوكليت وآيس كريم وجيلي، كتر ما هو سهل وسريع وما بياخدش وقت وجميل في نفس الوقت، فبعمله كتير قوي بمناسبة وبدون مناسبة. هو ده اللي بالايس كريم وده بالجيلي. بحب انا الشوكولاته البيضه برضو قوي، بتلاقوها في حاجات كتير. دي اول بالجالاكسي
برضو محشية من جوه اوريو وتشيز فظيعة يعني. وكب الكنافة كان أول مرة أجربه رمضان اللي فات، حشيته بقى حاجات كتير كده، الكريم لوتس وبسري وكريم شانتيه بس كانت تجربة كويسة يعني. ده الولاد بقى البانكيك بيحبوه بقى افطار وغدا وعشاء وسحور في رمضان يعني، ما عندهمش مشكلة ياكلوه في اي وقت. ده كلافوتي، حاجة حلويات كده فرنسية بس حلوة برضو في الصيف يعني. ودي هعمل فيها براءة اختراع ان شاء الله، الجرين فيلفت دي بتاعتي براءة اختراعي، حطعمها حلو قوي. المكون السري بتاعها السبانخ، بس محدش يقول لي الولاد مفيش اي اعلان صناعية. نحدق بقى عشان الحلويات كترت قوي، ده شوية حاجات كده اللي لقيتها يعني على الموبايل بس. يا رب يعني الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، وكون قدرت اوصل لكم شوية نمين او شخصيتي. مستنية تعليقاتكم بأي خامة حابين ان احنا نبدأ بيها. ما تنسوش اللي ما عملش سبسكرايب للقناة يعمل، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله، واشوفكم على خير.